بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين، ولفرائضك مؤدين، وللصلاة حافظين، وللزكاة فاعلين، ولما عندك طالبين، ولعفوك راجين، وبالهدى متمسكين، وعن اللغو معرضين، وفي الدنيا زاهدين، وفي الآخرة راغبين، وبالقضاء راضين، وللنعماء شاكرين، وعلى البلاء صابرين، وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين، وإلى الحوض واردين، وإلى الجنة داخلين، ومن النار ناجين، وعلى سريرة الكرامة قاعدين، ومن حور عين متزوجين، ومن سندس وإستبرق وديباج متلبسين، ومن طعام الجنة آكلين، ومن لبن وعسل مصفين شاربين، بأكواب وأباريق وكأس من معين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.